هلا هيدي صارت عنا الخصلة، التجزئة صارت عنا الخصلة بقلب المكنة. اوكي، هلا هذا الشعر هو الشعر الليزر، وهذا يعني إلها حتى وقت تحمى إلها سبراي خصوصي. وقت تحمى هاي المكنة إلها سبراي خصوصي، هذا السبراي. اوكي، هذا السبراي بينرش بقلبه، بقلبها من جوا في إلها محل معين، إلها محل معين لينرش بقلبه وقت تحمى. وين هو؟ هون، هون بقلب هيدي. يعني هاي بترش هيك بقلبها. اوكي، وقت ترش بقلبها بتبردها لمكنة الليزر. اوكي، اسأل سؤال، هي قد ايه بدها وقت تقريبا تحمى؟ هي بدها تحمى، بدها شي 5 دقايق تحمى. وقت تضوي احمر كله هون، وقت يضوي كله احمر بتكون حميت، وهون بضوي اخضر وهون بضوي احمر. اوكي، هلا بتكون حميت. واذا بدنا نرش فيها، هيدي بترشها بتبردها للخصلة، بتبرد المكنة الاكستنشن اللي هي مكنة الليزر اللي هي بتبردها لانه يب. في بونيت كمان، هيدي البونيه للي عنده مرض يعني بيلبسوها هيدي ساعات ما بدهم يشلحوا بريك بالبيت، يعني ساعات اللي بيشلحوا بريك بالبيت وما بدهم يركبوا شيء على راسهم بحطوا بونيه قطن. هاي البونيه القطن لحيلا استفسار، نحن بنفتح من الاثنين للسبت، من على بكره من الساعه 9 للساعه 5:30، ومن الاثنين للسبت. وبدي اتشكر اكيد فريق العمل يلي هو موجود حاليا عندنا، المخرج نادر حشاش، المخرج ديباك كرم، وبتشكركم كثير لانكم حضرتونا.